مساء الخير عليكم عرب اليوتيوب. اليوم راني في روطو معمرة بالسوتيانات. راه عندي شعال من بورصة التالية فيهم، راه فيها بالك 200 سوتيان كوش. غادي نوريكم هذا سوتيان، هذا وخد اخر، هذا وخد اخر. راهم على بالكم راهم بالارام هنا. دونك قلت لكم زعما نبقى نضرب هاد اللوطو كيما هكا كيما الساعه، نولي نبان كل بيرفير. مي رحت جبتهم قلت لكم زعما كل لوطو تنقلب بيا ولا ما تحسيش المقادير هادو ما تحسيش. اي بقاو السوتيانات مزربعين وكل شيء. عرفت قلت لكم النهار اللي نقلبت بيه لوطو تاع سوتيانه، كان اللي غادي يقول لك راهي هجوم البلاد يبيعهم. كان اللي غادي يقول لك راه في الانجليز راه يروح للمضامات ينطر لهم الستيانات تاعهم، اي ومن بعد يديهم للبيت في كابا يبيعهم. بس ما لو كان هذه الهضره تنطلق نعرف مين طلقت، نعرف غير انتوما، نعرفكم غير انتوما من يوتيوب. لا هي عفر اخرى ما نحكيها لكم، عفر كومبليكي بكم هنايا من تكون عايش مع النصارى يصير واحد لي زافير كيما هكا. دونك هذه واحد الناس عطاهم لي غادي يردهم لهم. الوغ شنو بغيت نقول لكم ابروبو الستيانات. وحده في الجزائر مسكينه حكاو ليها هاد لافير. صات صافي وهران تو فاصون. انا لاحظت حاجه بانوا لي صحاب وهران جوبونس في عند العرب، صحاب وهران كاع كان قودين تاع الصح. نقول لكم حاجه يليق فهمو تسقمو، على خاطرش لو كان تكملوا كيما هكا نظن غادي تطفر فيكم. على خاطرش عيت نهضر مع عرب في الطياره، ما تهضرت مع واحد جاي من ارجي يحكي لنا ثلاث سوايع اون فول وكل شيء، يحكي لي على وما عايش وكل شيء. زعما كنت سمعاه يهضر تبان لك راه عايشه ما نورمال. حكيت مع ناس من قسنطينه، حكيت مع ناس من الصحراء باختو، تحكي معاهم زعما يطلقوا جوج الميعاد. تتوصل وهران يبيعك لك واحد السؤال هباك تهبل من راسك، تقول ديك لافيل هذه ما بالك راهم دايرين لهم شي حاجه في الماء ولا حاجه كيما هكا راح تقلقشهم. هيا قلت لكم واحد مدامه مسكينه، هذه مدامه مسكينه، هذه مسكينه تاع صح هذه حكاو لي عليها. تسكن في السنسانكيام ايطاج، فاهم السنسانكيام ايطاج في باطيمه. هيا وعلى بالكم المشكله عندنا حنايا في الباطيمات سيكو دي فوا الضو ما يتمشاش، دي فوا يتمشى نقولوا ليطاج الاول يتمشى ومن بعد بلاك حتى الكاتخيام ايطاج ولا الضو مقطوع. هيا هي خرجت تشري، البيض جلست في الليل تشري البيض. كان الليل يطيح ذاك الوقت بمماسرات، كان الليل يطيح بكري. هيا طالعة كيما هكا في الظلمة وبزوج يديها شادة بلاكيطة بيضة. طلع بالكم احنا الجزائر عندنا البيض يتباع بالثلاثين، بلاكيطة تاع 30 هذي كبيرة، ما عبالكش كاع منين جاي وكل شيء. هنا نوريكم بلاكيطة تاع بيض، تجيب لادغاس تاع البرودكتور، نيميرو التليفون، الجاج كي مربي، زعما كل شيء زعما كون صالح يحكيهم لك في البلاكيطة. احنا عندنا ما كان والو، احنا عندنا تشي 30 حبة بيض وصاي ديهم للدار. لو كان تاكل حبة بيض وتموت وياكلوها لافامي تاعك بعيد عليك، زعما راني نقول لك زعما كون تاكلها وتموت ما نجيبوش نعرفو هذيك الحبة بيض من جاية ولا وين صنعوها ولا. ان توكا قلت لك طالعك كيما هكا وشاده بلاكيطة تاع البيض بيديها في زوج. اي من جوت التروزيام ايطاج كانوا وحدين ثلاثه يقارعوا خازين في الظلمه ومعهم واحد موستاش هذيك كيما حكاو عليك كيما نقول لكم. هيا ومسكينه من جوت طالعه بزلوها لقى ولها وبزلوها في الظلمه. اي ولات توغ كيما هكا حل خويا الباب تاع الحديد. طرحنا عندنا البيبان كاع تاع الحديد على بالكم في الـ في الـ في, الـ في الجزائر حاجه تغمني بزاف في البيبان تاع الحديد على بالكم. بيبان تاع الحديد توغ تاع الحديد ماشي على خاطرش زعما هذه ما بايش كيتصرا في معليش كيتصرا في الجزائر بصح عامه في كاع البلدان. زعما لو اكسيت هذيك البلاكه خضراء اكسيت هي امبورطون، علاه هي امبورطون؟ دروك كون تصرا حريقه ولا حاجه سي امبورطون باش بنيادم ينجمو يخرجوا فاسيلمون ويهربوا، على خاطرش ما تحسيهاش وين تتصرا. اوغ البروبليم من تسيب باطيمات كلشي بلعب الحديد وكاع، لو كان تصرا حريقه على بالش الدعوه غادي تصرا. اون توكا عباكم العرب حنا كيما هكا حنا عايشين وهكا. ايا قلت لكم بزلوها مسكينه. هي خوها اسمع التوغ اي قلت لها شتو كاين هما هربوا ديجا هربوا يجوا. اي قلت لها لا غير خفت، قلت لها كنت في الظلمه وخفت شت حاجه. اي وصاي اي طلعت لدارهم كيما هكا. وهادو زعما الناس زعما تبزيله كيما هكا في الدروج تاع وحده هكا مسكينه عندها 15 ولا 16 عام. زعما هذيك التبزيله سي الدنيا وما فيها، غادي يخموا فيها، غادي يوليو فونتاسمو بها بالك 10 عام بعد وهي تخدم لهم هذيك التبزيل. ايا وشي صرا باسكو انا سمعت هضره كيما هكا، سمعت ديجا هضره كيما هكا شي صرا تيب ديزاني من بعد نقولوا ميم 10 من بعد هذيك المدامه نقولوا تكبر وتقرا وتخدم وتولي من هكا
وتتزوج مام ودير دراري، وقال لي تبغي ومن جي فايتها كيما هكا الباطيمه كيما هكا هيا يشوفوا. اقول لك هذيك هما هذوك اللي بزلوها قعدوا ميم نيفو على بالك ما يزغدوش اسمي في 10 ans هما يلعبوا في الدومينو صاي. لا سول شوز اللي بالك تبدلت سي كو بالك كانت عندها 25 سنه ذاك الوقت راه باقي لها 18 ولا 16 ولا فاهم سي تو. هيا من يشوفوها فايتة يقول لك هذيك على بالك هذيك كنا بزلوها هذيك واحد الوقت ومش عاقل علينا ما الهضرة ما شوفها ما شافش فينا فاهم ضربة كيما هكا هي بصح كنا نبزلوها واحد الوقت فوالا الهضرة جايحة وصاي. وهذي بزاف عندنا في وهرنا على بالك ما نكذبش عليكم وهرنا على بالك ما تشكرش شوف شوف انا نهضر في يوتيوب الناس قاعدة تسمع على بالك الدنيا مخلطة عم يسمعوا من الشرق من الغرب من صح فرونشمون قلبي راه حنا على وهرنا هنا هنا راني واصل هنا لو كنت في الراح دروك صاي مع كنا نهول وهرنا الشاش راني نتلاقى معاهم دي فوا تو في الطريق وين تاع داك النهار لا سيمين باسيت لقيت بالك في نهار مع 6 ولا 7 تاع الناس جبدوني او ما ضمعت من كيما هكا انا ما كنتش عارف بلي الناس غتسمع اولا ما كنتش عارف بلي الناس غتسمع هذه هذه الحي الاولى تشوف في الكونتور تاع يطلع في يوتيوب كلشي بصح ما تقدرش تخيل دي فوا بنيه دمو فاس هذه وحده دوزيامون دوزيامون لي قالوا هادي بعض الناس قال كان ندوم من عندك قالوا لنا صوالح ندوم من عندك الوغ كيفاه كان شويه كلي ما عرفتش كيفاش كي نقول لكم صدق نحكي مع التبزه مثلا دونك واحد يقول لي انا ندوم من عندك شديت من عندي بصح بون سي فري كو سي اكسبيريونس انا بارطاجي معكم دي اكسبيريونس وصاي هذا ما كان بون. هادي هي الفيديو تاع اليوم راك شفت الحال كي انا مقود هالفيديو ماشي مسجله في جونفي ولا راني في جوان كيفكم على بالك ما عندناش ديك الرجوعه تاع 6 شهور راني عايش في ايميسفير نور راني عايش في انجلترا وراك تشوف الدعوه كي راها دايره ما غير ما تشكرش كاع راه البد انه قال لك غادي تطيح في لي 24 اور الجايين تقريبا قد الشهر تاعنو زعما مزيان ساكن في طلعه كيما هكا ساكن في طلعه باسكو الناس اللي ساكنين تحت كاين اللي عندهم متر تاع ما في الدار دونك فوالا ما تشكرش وصاي دونك والبرد فاهم الدعوه كي دايره وصاي طالو في روحكم يا عرب اليوتيوب قبل اليوتيوب زواوة يوتيوب والصحراء تاع يوتيوب ولا بالكم اي من هبا ودب وقال لي دير ويميل باش يخلص الانترنت وزاي طالو في روحكم.